السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، معكم جيريا اللي ركبت موتور 206 عند عم مختار. نعطيكم شوية المستجدات بعد عملية التركيب وبعد ما روحنا للجزائر. اول حاجة روحنا لخير وعافية. ثاني حاجة بعد ما روحت لاحظت انه البود فيتاس ما تفوتش مليح الفيتاس، خاصة البريمير والمارشاريار. بعدها اتصلت بعم مختار، قال لي عم مختار باه ما تشقاش للجزائر في حالة ما إيداح تكون حاجة خفيفة ولا لا، إيداح عند ميكانيسيا عندكم يفيريفيلك غير من برا برك كاش سير كليبس طاير ولا كاش تيج تاع الفيت فيتاس هذيك طايرة من بلاصتها ولا واش كان. المهم ديتها الميكانيسيا لقينا كلش من برا مليح. زدت اتصلت عن بعم مختار، اعطاني موعد باه نرجع له لتونس، والحق بارك الله فيه كان مشغول بس علي كون عندي بعض الظروف الخاصة. مسكين قال لي غدوة جيبها لي وخلاص، والله مع انه كي جيت لقيتهم في حالة، والله لقيتهم عندهم واحد ربع طموبيلات حاصلين فيهم. والله مهم زاد في ريف عم مختار لقى المشكل من البواط. بعدها في نهاري بعد بدلوا لي البواط وجابوا لي بواط واحد اخرى، والحمد لله درك البواط تفوت الفيتاس كل رحمتك يا ربي. الله نورو لكم البواط كيف تفوت. بسم الله هاي ربي بارك بصبعك بعد تفوت. هاي بريمير فات، هاي دوزيام فات، بصبعك بعد والله بصبعك تفوت والله. ها ها مارش ريار والله بوات ما شاء الله والله. ولهذا عم اختار نشكرك جزيل الشكر ونحييك من الجزائر ونقول لك بارك الله فيك عم اختار، وراك انسان ثقة ويرحم والديك والله. والفيديو هذا درته باه نشارككم تجربة شخصية تاعي، وحتى نهار اخر لعل وعسى واحد امبان خاصه يغير موتار وكانت حيرت له كما كنت انا بعد، باه يعرف عن شكون يروح يغير الموتار نتاعه والله، خاطر تغيير الموتار مش حاجة سهلة والله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذايا موتور 206 جانا اخونا من الجزائر، هذايا جانا من الجزائر ركبنا له موتور. ها شوفوا ما شاء الله 206 موتور ما شاء الله، يعني ها شوفوا فيه ما شاء الله. هذايا بالف التبخير، هذايا تو نروح الخدمة، حرارة ممتازة أو ما زلنا يعني نجربوا فيه، ما زلنا ما كملناش يعني نجربوا فيه باش نطمنوا عليه قبل ما يروح بيها الجزائر ان شاء الله. مبروك عليه، ها نشوف فيه ما شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه سيارة 206، أخونا جاء من الجزائر ركبنا لها موتور. ها تشوفوا ما شاء الله خدم، يا هنشوفوا ما شاء الله، شوفوا فيه ما شاء الله. وجاء ما شاء الله، والله مسكين جاء طول حطها ومشى قعد في الوتيل لين عيطنا له احنا بالجا
قلنا له راهي حاضره، لا دور علينا اش عملنا، لا يدري علينا اش ركبنا، لا حتى شيء. ها هو سيدي، شنو رايك الخدمه سيدي؟ الله كما تصورناش برك عم مختار لها. صوتي. شنو رايك الخدمه سيدي؟ والله يا عم مختار وش راح نقول لك؟ انا كي هدرت معك برك عم مختار. انتهت لك الحمد لله. قلت نحط لك الكرهبه عندي ماني جاي هات انت. جيت عندي نلقى الموتور مريقل، البواط مريقل، كل شيء مريقل، الانستالاسيون على شعره، كل خيط في بلاصته، كل بياسه في بلاصتها، والله ما شاء الله. الحمد لله. شوف الحمد لله. شوف كيش تبعنا هالو كل خوص غلفهم هيكل كله، شوف فيهم كيش منظمين، كل الانستالاسيون منظمه. خيوط منظمين في مكانهم كانها يعني كيما خرجها من الدار جديده، ما فيهاش حتى يعني الحمد لله كل شيء. وهو بيدو نظفنا له السيركوي نتاع الماء، لان كان عنده الموتور الاول البلوك مسوس، نظفنا له السيركوي نتاع الماء، وعنده راديتير جديد، وصبينا له كل شيء جديد والحمد لله. وشوف الماء مريقل، زيتها مريقل، السيستي مريقل، الموتور يعني الحمد لله لاباس كله ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله يعني. اخويا ان شاء الله مبروك عليك. ان شاء الله توصل، ان شاء الله توصل بالسلامة. عيش. وهيكل يا ولدي طلع فينا. هذا الحمد لله. يا الله رجلنا هيكل. الحمد لله. بارك الله فيك. يا سيدي ان شاء الله ربي يجيبك الصواب. عيش كعم مختار ربي يسترك عمي. عيش يرحم والديك. عيش. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه سيارة 206. اخونا جاي من الجزائر، ركبنا له موتور. ها تشوفوا ما شاء الله خدم يا ام. هنشوفوا ما شاء الله، شوفوا فيه ما شاء الله. وجاء ما شاء الله، والله مسكين جاء طول حطها ومشى قعد في الاوتيل، لان عيطنا له احنا بالجا قلنا له راهي حاضره، لا دور علينا اش عملنا، لا يدري علينا اش ركبنا، لا حتى شيء. ها هو سيدي، شنو رايك الخدمه سيدي؟ الله كما تصورناش برك عم مختار لها. صوتي. نطمنوا عليه قبل ما يروح به الجزائر ان شاء الله، مبروك عليه. نشوف فيه ما شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.